صباح الخير يا طبيب مفتاح الفن الصباح لشركة وينز بروكر، هيضم لكم كريم مجدي اليوم 13 يوليو 2021، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن مؤشر داو جونز. ارتفاع طبعا الأسهم الأمريكية خلال تداولات أمس وتسجيل مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات يوم نتيجة ارتفاع طبعا شهية المخاطر والبعد عن ملاذات الأمنة واللجوء لأدوات المالية ذات المخاطر العالية زي الأسهم الأمريكية. تابعنا خلال تداولات أمس ارتفاع أسهم تسلب بشكل كبير والبنوك، بينما يتراكم المستثمرون بداية موسم أرباح الشركات للربع الثاني وبيانات اقتصادية مهمة خلال الأسبوع الحالي، كلها طبعا خاصة بمتابعة التضخم. امبارح ما كانش عندنا أي بيانات هامة، ولكن النهاردة في انتظار بيان هام هو مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لشهر يونيو، متوقع ليه 4.4%، والشهر الماضي كان 7.7%. دي كانت أهم البيانات وأهم الأخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم النهاردة. زي ما احنا شايفين الأداء الإيجابي والارتفاعات الكبيرة لمؤشر داو جونز وتسجيل مستوى قياسي جديد ليه عند 34916، وما زال مدعم بشكل كبير لمزيد من الأرقام القياسية خلال يوم النهاردة. أداء إيجابي على الـ EMA، تقاطع المتوسطات السعرية الأعلى، ثبات السعر على المتوسطات السعرية وثباته أعلى نقطة المحورية لـ 34795، أداء إيجابي على الفلات ترند، أداء إيجابي على اللوستكستيك، أداء إيجابي على السار، كل ده مدعمه بشكل كبير، ولذلك نتوقع مزيد من الارتفاعات ولكن بشرط كسر الـ 34916 وراها ال 35 و 45 وراها ال 35 و 200. مرة تانية كسر ال 34915 وراها ال 35 45 وراها ال 35 200. السيناريو الآخر المعاكس اتحقق بكسر ال 34690 وراها ال 580 وآخر نقطة عند 465. وكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وأتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.